السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير دايما يا رب. النهارده جايين مع بعض في فيديو جديد وطريقة عمل صور بالذكاء الاصطناعي وكمان كتابة وصف الصور بتاعتنا، وهنشوف دلوقتي هندخل على جوجل يا شباب عشان ما نطولش على بعض، وليكن وهنجيب من هنا المترجم ده طبعا من حالة التليفون او من حالة برضو الجهاز، وهنيجي هنا كده يا شباب هنخلي اللغة العربية وتتحول الى اللغة الانجليزية علشان خاطر تبقى انت عارف تكتب بدقة كويسة جدا. وليكن احنا هنكتب وليكن مثلا فتاة 20 سنة تقف على مسرح حفلة التخرج الجامعية المبهجة للاحتفال. تمام يا شباب؟ تمام. انت ممكن تكتب عادي جدا وليكن شخصين او ايا كان شخص، وليكن فتاة وهي شباب 20 سنة في حفلة التخرج، او نمسح على مسرح حفلة التخرج اهو يا شباب، وليكن حفلة مبهجة جميلة. تمام يا شباب. في الحالة دي احنا كده بنقول ان احنا عايزين صورة تكون حقيقية، ما تكونش صورة ذكاء اصطناعي، بمعنى اصح ما تكونش صورة 3D. تمام يا شباب. يعني وليكن لو احنا جينا خدنا الكلام ده دلوقتي او كوبي وجينا على جوجل من هنا كده يا شباب على طول وكتبنا bing.com، او لو من اليو ار ال من هنا كده برضو من التليفون او من جهاز الكمبيوتر كتبنا بينج بالشكل ده يظهر معانا الشكل اللي احنا شايفينه ده. هتلاقي فيه هنا فوق ايقونات، نضغط على ايمج بالشكل ده او صور، هيفتح معانا صور وهيفتح معانا ايقونات تانية هنا كده، نضغط على كريت او صناعة من هنا كده يفتح معانا الشكل اللي احنا شايفينه ده يا شباب زي ما احنا ما شايفين كده اهو. تمام. هاجي هنا كده شايف في الديسكريبشن ده واحط بس او لصق للكلام اللي انا واخده من المترجم من هنا اهو يا شباب. تمام بالشكل ده، ويضغط كريت هنا كده ونشوف النتائج معانا تكون عاملة ازاي. ظهر معانا الشكل اللي احنا شايفينه ده. طبعا لو جينا ركزنا في الصور دي هتلاقي ان هي مش جايبة صور حفلة تخرج، ولكن جايبة صور افراح يا شباب، يعني صور عروسة او الكلام ده كله، يعني زي ما احنا ما شايفين كده اهو صور عرايس. تمام يا شباب. فانت وليكن لو عايز الديسكريبشن ده تقدر تحتفظ بيه انت بعد كده، لو انت عايز تستخدمه في اي حاجة تانية مفيش فيه اي مشكلة. عايز ان انت تشيل من هنا كده اكس وتكتب هنا وليكن قبل الجيرل دي تكتب حجاب بالشكل ده، وتضغط كريت من هنا كده زي ما احنا ما شايفين دلوقتي اهو، جاب صورة شخصية زي ما انت ما شايف لابس حجاب، اللبس بتاعها ممتاز جدا داونلود، والصورة دي ممتازة جدا جدا داونلود برضو. وجينا نشوف الصورة دي ممتازة، ولكن المشكلة بتاعتها ان هو مش قادر ينسق ما بين الحجاب وما بين اللبس. يعني لو انت محتاج تضغط داونلود معاك الصورة دي ممتازة جدا 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 داونلود برضو بس كده. طبعا هنيجي هنا تاني، احنا كاتبين على حفلة مبهجة جميلة، نشيل كلمة جميلة، نكتب فتاة 20 سنة تقف على مسرح حفلة التخرج الجامعية. تمام يا شباب. وهناخد الكلام ده كله كوبي اهو، نسخة اهو يا شباب، ومن هنا كده برضو بسط ديليت، وبعد كده نضغط بسط بالشكل ده او لاسك، وبعد كده نضغط كريت ونشوف النتائج معانا تكون عاملة ازاي. ظهرت معانا بالشكل اللي احنا شايفينه، الصور جميلة جدا ممتازة جدا، الصورة دي كويسة نوعا ما، الصورة دي كويسة جدا جدا برضو، بس المشكلة برضو في الشعر. الصورة دي ممتازة جدا جدا جدا، معاك الصورة دي فوق فوق الممتازة طبعا داونلود برضو. دي طبعا صور طبيعية زي ما احنا ما شايفين كده، مش 3D، يعني هي الصور دي باينة ان هي صور طبيعية لبني ادمين حقيقية. لو انت عايز تكتب بقى تشوف هنا اهو، ممكن تكتب 3D او هنا هو كده يا شباب، وتكتب 3D ويتكريت وتشوف النتائج معاك هتكون عامله ازاي. فالموضوع زي ما قلت لكم بسيط. ده بالنسبه للنتائج دي، احنا كده عرفنا ازاي نقدر نكتب اي حاجه احنا محتاجينها. كل عليك هتيجي هنا وتكتب كده اي حاجه، انت ممكن تكتب شاب 20 وليكن 25، 25 هي فين اهي، 25 عام وليكن يقف في شارع في منتصف الليل ليرتدي قناع اكتب على التيشيرت اسم مصطفى وليكن بالشكل ده يا شباب. وناخد الكلام ده برضو نسخ زي ما انت شايف اهو وليكن يعني، وهنا بسط وانكريت زي ما انت شايف اهو، ظهر الشخص بالفعل. الصورة طبعا انت تشوفها تحس ان هي حقيقية جدا يعني، ف انت تاخدها كده الصور يا شباب. ده القناع ده اللي هو العادي اللي هو الكمامة، وفي نفس الوقت صور ممتازة جدا جدا جدا. ده لو انت محتاج يعني صور زي كده ايه، دي صور حقيقية طبيعية. كل اللي عليك بس ان انت تكتب الاسم بتاعك، شوف الاسم بتاعك المناسب بالنسبة لك هيكون ايه. هو جايب لي كذا جسم اهو، الوشوش مش متشابهة قوي ولكن
السور ممتاز جدا جدا، تصوير حقيقية يعني ما فيهاش اي جدال الكلام ده كله. في بس كده عايزها برضو 3D، هتكتب 3D زي ما اتفقنا علشان خاطر السور تظهر لك بالنسخة 3D بتاعتها. وي بس كده يكون الفيديو بتاعنا خلص كده، عرفنا ازاي نكتب الوصف البحث بتاعنا زي ما احنا ما شفنا اهو يا شباب. تقدر تكتب الوصف بتاعك انت بنفسك من على مترجم جوجل يا شباب، وتقدر تاخده وتكتبه هنا زي ما احنا شفنا في بينجا او اي موقع اي اي او ذكاء اصطناعي، وتقول له كريت او تضغط على صناعة الشيء اللي انت عايزه. بس اهم حاجة ان انت تكون كاتب الكلام بتاعك انت بلغة عربية فصحى يعني، عشان خاطر المترجم يقدر يترجمها كويس، وفي نفس الوقت تقدر تعدل برضه يعني. انت لو عايز تعدل اي حاجة تعدلها في الكلام، الموضوع مش صعب يعني. فلو انت عايز تصنع صورة مش لازم تخش على جوجل، مش لازم تخش على اليوتيوب عشان خاطر تشوفني حتى، بس ده طبعا ما يمنعش ان انت تشوف برضو الفيديوهات بتاعتي، بس ان انت تعمل افكار انت من نفسك بدل ما تقعد تدور. لا انت فكرت عايز تعمل ايه وقول له واطلب منه والذكاء الاصطناعي يقدر يوفر لك الصور دي. بس كده يكون الفيديو بتاعنا خلص. لو عجبك الفيديو متنساش تعمل لايك واشتراك، تفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، سيب تعليق قول لي في رايك، وقول لي لو انت عايز ان انا اكمل في تصاميم الذكاء الاصطناعي. وان شاء الله يكون في فيديوهات مبتكره كويسه جدا قريب جدا باذن الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.